I cannot brain this. <smoke> <laughs> Saya tak boleh fikir benda ni. Betul kita heran. Zikir Allah, Allah, Allah ni siapa yang kata dia berfaedah? Tak ada setakat ni. Yang kata ulama-ulama. Ulama ni dia bukan tahu benda gaib. Mana dia tahu Tuhan suka benda tu? Bila dia jadi Nabi? Bila dia deal dengan Allah masya Allah ni? Miskin. Wa <cayla> yatakallam. عن اسم الله المفرد الله. اسم الله المفرد هل يجوز الذكر به فنمسك السبحة ونقول الله 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 ولا ما ينفعش فإذا أردنا أن نعرف حكما ذهبنا إلى الكتاب والسنة قال تعالى واذكر اسم ربك ايه اسم ربك الله بقى الله نذكر ازاي الله يقول اذكر اسم ربك الله سبح لان سبح سبحان سبح الله وَلَأَلِيْ لي احمد لان احمد الحمد لله وَلَأَلِيْ كبر لأن كبر الله اكبر وَلَأَلِيْ لبي لانه لبى اللهم لبيك اللهم لبيك ولا قال لي وحد والا كان يبقى لا اله الا هو وإلا الله ده بيقول اذكر اسم ربك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم القيامة إلا على لكع ابن لكع حيث لا يقال في الأرض الله الله هكذا في الحديث يبقى اذا الله الله كانت بتتقال ولا ما كانتش بتتقال كما اخبر سيدنا رسول الله كانت بتتقال وجودها بركة ولا انتهاءها هو اللي بركة وجودها هو اللي بركة لانه دي القيامة لا تقام الا على لوكع ابن لوكع واللوكع ابن لوكع ده يعرف يذكر الله ما يعرفش لانه لوكع طب امال اللي ما كانش لوكع وَلَكَنْ ابوه لكع وكان كان بيقول الله طيب وهل تعرف الصحابة ذلك ما هو اصل بلوى سيدنا بلال وهو بيتضرب كان بيقول ايه أحد. 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 مفرد ده ولا جمع مفرد. كان بيقول يا أحد. احد كان بيقول احد انت يا ربي لا. ولا كان يقول احد 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 احد, أحد. احد 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 مده عذابه كان بيذكر ده ولا كان اثما مخالفا للسنه مخالفا للكتاب مخالفا لمعقول العقلاء